عادش يشربوا سبيرو كان في ديال الوزين في تسممات الناس هما مساكن ماتوا بزاف شي ميت شي هو في السبيطار ولا اله الا الله. عادين سيبي عادين سيبي مسكين عنده شي 32 عام خلى وليد وخلى بنيه خلى مرته حامله بزاف اللي طايحه ما تجوش على التازي وشي 4 ولي في سوق الحد ولا جلو ودابا الله اعلم شحال مات هو دابا اللي ميتين انا ما عرفتش عنه واحد ما يخرجوه. والله يرحمه وليدي والله يوسع عليه والله يرحمه والله ارضي عليك وانا راضيه عليك وعدو 17 18 وعدو 18 دخلوني عذاب حبيبي وما تنبهش يا وليدي ما نكذبش ما مكفنين وليدي مكفنين وليدي مكفنين وحبيبي مكفنين وليدي عريسي وعريسي عدو 18 طالع في 18 انا من سوق الحد ولاد جلول. هذا الشيء اخويا اللي وقع صراحه تفاجئنا به بدات يعني البدايه الاولى فاش سمعنا الخبر سمعنا بسيدي على التازي شي جوج توفاو وشي ثلاثه بحال ما داك اللي تصابوا في الاول قلنا الامر عادي مشينا لسيدي على التازي رجعنا لسوق الحد لقينا عاوتاني السبيطار عندنا الناس قطيح تما حدا السبيطار اللي كيكشكش ها اللي واحد رقع ميت تما ومحرض حدا السبيطار وداك السبيطار عندنا خويا راك عارف ما فيه لا ما كاين لا طاقم تمريضي لا طاقم طبي اللي غادي يواكب دوك الحالات. المهم دابا بقينا دابا لحد الان دابا راه دابا كلشي كيجيبوه لنا المستشفى الادريسي وعلى حسب ما سمعنا دابا وباقي اليسار تقدر تزاد قال لك 5 سوق الحد ولا جلول 4 في سيدي علال التازي. اما بالنسبه للحالات اللي حارجه في المستشفى راه كيفوق العدد ديالهم 40. البارح عيطوا علينا نسيبتي عيطت عليا مشينا للتازي مشات من نهار السبت والدري ميت في وسط المحل شرب واد الماحيه مات عب وحده في وسط المحل من مشينا قلنا لهم مالهم هاد الدري اش وقع له قالت لك شربوا الماحيه شي واحد باع لهم الماحيه وشربوا الماحيه راهم كلشي دابا راه قال لك 28 خلق ولا 30 خلق هي واحد منهم دابا هو داز دابا جابوه هو جابوه لهنايا مع ولد نسيبتي النيت. ولدي في عمره 30 عام مني جا من اسبانيا هذه مده 3 شهور هو مع وليداته ولد بنيه يلاه ولد عندها 3 شهور ومقابلها ومقابلنا احنا والديه وبخير وعلى خير حتى جا واحد صاحبه نهار الحد في العشيه معاه هو عيط عليه في الليل سمعته الزوجه ديالو قالت لي يا عمي راه عيط له هذاك خينا اللي مولف كيجلس معاه نهي ولد كيجلس بحالو مشيت فعلا نهيته قال لي بوالا ما مشيت لبلاصه كذا هو راه مشى تسقط الاخبار بانها شوقع له شوقع هو مات لي اخوتي عمره 28 وكان يمشي للخارج واش نقول لك وليدي مات ليا ما بيدي ما ندير هذا انا اللي كنطلب واللي كنبغي يدار هاد الدوله الاسلاميه حنا دوله اسلاميه شريفه خصنا هاد الشيء ما يكونش هاد الفساد ولا هاد المخدرات. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.